بسم الله الرحمن الرحيم. حميد ولد البلاد، مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقد. تشرفت اليوم بتقديم عرض إلى جانب زميلي أستاذ عبد السلام النعناني حول موضوع نزع الملكية وإشكالاتها وكذا إشكالات الاعتداء المادي. حاولت من خلاله تقريب المواقف والاتجاهات القضائية والاجتهادات القضائية في هذا الموضوع من المواطنين الكرام، أولا لتوضيح جوانب الحماية القضائية التي توفرها المحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية وكذا الغرفة الإدارية بمحكمة النقد في مجموع أو أغلب الإشكالات المتعلقة بنزع الملكية وبالاعتداء المادي، سواء من خلال التطرق إلى مسطرة نزع الملكية في مرحلتها الإدارية والقضائية، وكذلك على مستوى التطرق إلى المجهودات والإجراءات التي تبذلها المحاكم للوصول بالأحكام القاضية بنقل الملكية وبتحديد التعويض إلى تحديد تعويض عادل ومناسب لمجموع الأضرار التي تلحق بالمنزوعة ملكيتهم، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتواجد اليوم بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء برواق السلطه القضائيه، والتي بهذه المناسبه نتوجه لها بالشكر الجزيل على اتاحه الفرصه لقضاه محكمه النقد لابراز اخر الاجتهادات القضائيه في المواد التي يتولون البت فيها. والموضوع الذي كلفت بالتعرض اليه يتعلق بالمنازعه الضريبيه بين شقيها التحصيل والأساس والمسطرة المطالبة، المسطرة الإدارية والدعوة الاستعجالية ودعوة الموضوع. كما تطرقت إلى موضوع الإشعار الغير الحائز وأثره وإلى الإشكالات القانونية التي يطرحها سواء فيما يتعلق بقانونيته أو برفعه أو بإيقاف إجراءاته، فضلا عن بعض الاجتهادات القضائية ذات الصلة في المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الندوة العلمية هي حلقة ضمن سلسلة من الندوات والجلسات العلمية التي تنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية برواقه في معرض الكتاب في نسخته 26، وفعلا هي تكريس لنشاط المجلس الأعلى للسلطة القضائية بقصد التعريف به لدى جميع المواطنين والهيئات والزوار. وموضوع المداخلة اليوم كان حول نزع الملكية وضمانات المواطن منزوع ملكيته، وحقيقة كان هذا العرض الملقى من طرف الأستاذين حميد ود البلاد والأستاذ النعناعي هو بمثابة درس اغترف منه وتعلم منه الحاضرون مجموعة من الأمور أساسها الحكمة الجيدة فيما يتعلق بتواصل أو تعامل القضاء الإداري في قضايا نزع الملكية، خاصة في الشق المتعلق بضمانات المنزوعة ملكيته. وستستمر هذه الحلقات طوال أيام المعرض الدولي للكتاب، ونتمنى التوفيق إن شاء الله. علي ناشط الإدريسي، حضرنا هنا وكصفتي كمحامي حضرنا المجلس الرواق ديال المجلس الاعلى للسلطه القضائيه الذي كيعرف التقارب بين السلطه القضائيه والمواطنين. وهناك كان اليوم واحد الموضوع اللي مهم جدا وهو موضوع نزع الملكيه وايضا الاشكالات الضريبيه في الماده الضريبيه، الذي نعلم جميعا ان هناك العديد من الاشكالات التي تشوب الاشكالات في الماده الضريبيه من خلال أن هناك العديد من التعديلات وتفوق التعديلات في 10 سنوات 170 تعديل.
ونعلم ان هناك العديد من القوانين المواجهه في ماده تحصيل الديون العموميه، المدونه العامه بالضرائب، الالتزامات والعقود، القانون المسطره المدنيه. وكما نعلم ان هناك في السلطه القضائيه كان هناك موضوع كما قلنا سالفا انه في عن نزع الملكيه الذي يعتبر من مواضع الهامه، وايضا الماده الضريبيه بانه يعنى بالماليات الدوله. وكما نعلم ان في القوانين الماليه هناك تشعب في الماده الضريبيه واشكالات، وتقدم الاساتذه المحترمين المشكورين باعطاء بعد تدخلاتهم في هذه الماده، ومن بينها تدخلات في ما يسمى بالتقادم ديلي دو بريسكريبسيون، قطع تقادم ووقف تقادم، وايضا في اشكاليات الخبره التي كما نعلم ان هناك العديد من اشكاليات الخبره في ماده 242 من مدونه العامه للضرائب، وايضا تكوين ضمانه وتقويمها خصوصا فيما يخص في ماده 117 و118 من مدونه تحصيل الديون العموميه، فيما يخص بتقويم الاصل التجاري مثلا، وفيما يخص الكفاله البنكيه الذي يعرف العديد من اشكاليات في بين المحاسب العمومي والقضاء الاستعجالي في عدم قبول هذه الضمانات. وكما نعرف ان هناك قوى غير متوازنه بين الاداره العامه للضرائب والملزم، فان لابد من تدخل القضاء الذي يلعب دورا في الماده الاداريه في هذا الخصوص. استاذ هماس محمد زكوك محامي بهيئه تكادير وقلميم والعيون، جينا في زياره لهذا المعرض السنوي خاصة رواق ديال محكمة النقد الذي يعرف مجموعة من الندوات. اليوم حضرنا في الندوة ديال الضرائب ونزع الملكية، وكان فعلا تدخل السادة المستشارين في محله لأنه أعطى آخر الاجتهادات والتوجهات لمحكمة النقد في هذا الإشكال، وكانت لنا مداخلة وتساؤلات بخصوص تقادم الأحكام القضائية وكذلك الغرامة التهديدية والتعويض عن نزع الملكية، إضافة إلى بطلان مسطرة نزع الملكية بخصوص الاختصاص ديال محكمة النقد. وفي جواب المستشار الذي ألقى محاضرته كانت في محلها، ونتمنى أن تكون هذه البادرة الثقافية التي تنشر الاجتهاد القضائي للعامة، خاصة تلاحظ في قاعة رواق محكمة النقد حضور مجموعة مننا الزوار من مختلف توجهات من طلبة باحثين وأساتذة ومحامون وقضاة وكذلك مواطنين، وإعطائهم صورة ونبذة عن ما استقر عليه محكمة النقد. وفي الأخير ننوه بتوجه محكمة النقد في هذا الاتجاه التي انفتحت على المجتمع المدني وكذلك الحقوقي والقانوني، ونشكر كذلك تغطيتكم لهذا الحدث، وفيما يعود لاحقا شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.